مساء الخير على حضراتكم، برحب بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج السادسه، حلقه نهايه الاسبوع. هي الكلام اكتر هيكون على يمكن مباراه الاهلي والمقصه يوم السبت، يمكن اتاجلت فرحتنا شويه بحسم الدوري، ان شاء الله تكون يوم السبت. ثلاث نقط غاليه باذن الله، نتمنى انه الاهلي يقدم عرض كويس وانه ياخد الثلاث نقط دي اللي خلاص باذن الله تكون رسميا حسم الدوري. كمان هيكون النهارده هنقول لحضراتكم تفاصيل اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي في الجزيره، واللي هيناقش ملفات كتيره قوي مهمه جدا، هنتابع حضراتكم بالتفاصيل. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير يا ساره، ومساء الخير على كل اهلاويه اللي بيتابعونا في حلقه السادسه. انت متاكده ان ماتش السبت يوم الحسم؟ ان شاء الله نتمنى يا احمد. ان شاء الله. بس على كل الاحوال، بعيدا عن حسم البطوله اللي قلت لحضراتكم تقريبا انها في الجزيره خلاص، يعني ما بنفكرش فيها كتير ان شاء الله باذن الله. طبعا انا يهمني نحسم البطوله بدري عشان تبقى الدنيا اكثر هدوءا، اكثر استقرارا زي ما بيقولوا. عندنا اهداف ثانيه محتاجين نشتغل عليها، خصوصا انه واحده من الملامح المهمه الماتش اللي جاي. الحقيقه احنا طول السيزون من بعد ما رجعت او تم استئناف النشاط الرياضي كان عندنا مشكله في الخطوط الاماميه، يعني كان بادجي مش هو بادجي اللي احنا شايفينه دلوقتي. مش احسن حاجه في الدنيا، بس الراجل مقدم اوراق اعتماده خلينا نقول، والجماهير بتراهن عليه في الفتره اللي جايه، وهدف وجاب اكتر من جول وارتفعت عنده الحاله المعنويه ومستوى الثقه. الاجنحه ابتدينا نرجع، يعني كهربا رجع من الايقاف، الشحات الحمد لله ابتدى يدخل وشارك النهارده في التمرين الجماعي للفريق. ففكره الخطوط الاماميه او الخطوط الهجوميه للنادي الاهلي اللي كان عندنا فيها مشاكل الى حد كبير جدا بدات تستقر، لكن الناحيه الثانيه ضربت من ورا، يعني خطوط الدفاع عندنا وحراسه المرمى انا بتهيألي انها صداع مزمن وعلامه استفهام كبيره جدا في دماغ الجهاز الفني. حضراتكم عارفين طبعا متولي بعيد وغالبا السيزون ده خلاص بره الصوره. عندنا ربيع الماتش اللي فات شد، مش عارف هيبقى جاهز الماتش اللي جاي ولا لا. عندنا ياسر ابراهيم ان شاء الله باذن الله نطمن عليه، النهارده كان في مسحه كورونا، فبالتالي المساكين الرئيسيين عندك تقريبا غايبين لا قدر الله في حاله اصابه او ايقاف حد ثاني، وما فاضلش غير ايمن اشرف، ويعني احمد فتحي ممكن يدخل، لا تبقى ازمه كبيره جدا. نفس الحكايه في حراسه المرمى، طبعا الشناوي مقدم سيزون ولا اروع، والحقيقه يمكن فكره انه الشناوي هو نمره واحد في مصر النهارده ما بقتش محل خلاف، لكن ورا منه علي لطفي ومصطفى شوبير. علي لطفي برده للاسف شديد جدا كورونا، يدخل برده لا قدر الله اصابه او ايقاف، تبقى عندك اخماس في اسداس زي ما بيقولوا. على كل الاحوال نطمن ان شاء الله على فرقتنا، والنهارده يمكن بعد توقف لمده 24 ساعه بعد ماتش الاتحاد، امبارح كان راحه، النهارده الفرقه رجعت تتمرن تاني استعدادا لمباراه المقصه. هنتعرف على اخر اخبارها، وهنتعرف كمان على حالات اللي كانت يعني تعرضت لاصابه في الفتره الاخيره، ايه اخر التطورات وايه الاخبار.